طب ممكن اوريها لك بسرعة ولا انا تقيل يا عليكو؟ شيخ ماشي. لا 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 اتفضل مصر. تقيل. طيب بص هنعمل ايه عشان نرفع الدور بقى اللي بعديه، هعمل ايه؟ هاجي هنا شايف اللي هي الحتة بتاعت الستوري ديت، حلو، هقول له اعمل لي نيو امبت ستوري، اعمل لي طابق فارغ اهو، تمام ماشي معايا، النتائج انفاليد مش قضية، تمام. عمل لي كده هوت مين الامبت ستوري اهو، ده هو المبنى اهو اللي هو الجزء اهو الفارغ، تمام. هروح اقوم منادي على المشروع، اعمل له لودنج اهو كده، انا مش بنادي على المشروع، انا كده كاني بنادي على الدور الاول، كده انا بنادي على ايه؟ على الدور الاول، اقوم داخل هنا كده اهو، واقوم جاي كده اهوت اهو كاتب اهو معلش في اللينك بتاعي، واقول له تعالى يا عم الدور الاول. انا بنادي على المشروع كل الثلاث ادوار، بس انا هنا مقصدي الدور الاول، تمام. هيقوم قايل لي طبعا نفس الحكايه، يقول لي معلش هات لي الاكس، اتفضل يا عم ادي الاكس، ما تزعلش نفسك. وبعدين هيقوم قايل لي معلش انت ماشي بيها، اقول له بميتر اهو، وبعدين هقول له خلاص يا عم هو فينش، حلو كده اهوت. طيب بعدين المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا دوت هو الدور الارضي، صح، ودوت هو قاعده المبنى. خلي بالك هو انا وانا برسمه كنت رسمه نيو بيلدينج، فاكر لما كنت برفعه ورسمته على ان هو ايه؟ نيو بيلدينج، فدوت قاعده الدور الاول اللي هو الارضي، صح؟ فلازم ازق الدور الاول يبقى جوه القاعده، صح؟ عشان يبقى كاني بقول له ده الطابق اهو اللي فوقيه اللي بعده، فاهم انا قصدي ايه؟ فهعمل من هنا حاجه اسمها موف بلان اهو، واقوم جاي كده قايل له شايف الحيطه ديت؟ هقول له هاتها لي، ادوس تكه اهي، وهقول له التكه الثانيه اهي، هاتها لي هنا اهو. هيقوم جاي ايه؟ زقق لي المشروع، لا وما شاء الله كمان زقه زقه حلوه، زقه بص لبد هو كده، ما دام انا مش شايف الجزء اللي تحت يبقى هو كده هو ده رشق فوق ده، تمام؟ طيب انت كده هو خلصت؟ لا، هنا بقى في عندي بقى ايه؟ عندي بقى حاجتين بقى جداد، حاجه بقى اسمها ايه بقى؟ بص كده معايا، حاجه اسمها نيو، بص التالت اوبشن اهو، حاجه اسمها نيو اوتر كونتور ونيو اندور كونتور. يعني ايه؟ يعني كونتور دوت يعني محيط، يعني انا بيقول لي ارسم لي محيط الدور الاول دوت، وارسم لي المحيطات اللي جوه. دي كانت مكان في الدور الارضي كان في حاجه اسمها انسرت روم، واقعد احط له الاوضه والتانيه والتالته معايا. فهاجي هنا في الدور اول بقى، اول لما ابتدي بقى قررت دلوقتي ان انا هركب المبنى كله فوق بعضه، فهعمل ايه؟ فهاجي هنا كده اهو على نيو اندور كونتور اهو، قام جاي كده اهو اول حاجه ارسمها ارسم الاوتر الاول، الاوتر اهو الأوتر تمام، الإطار الخارجي كله يعني. الاطار الخارجي. الله ينور عليك. لا بس انا معلش انا هنا بص في حته هنا ما اتزقتش، شايفه اهو، شايف ده الاطار اهو محتاج يتزق، هرجع تاني معلش واقول له كده اهو موف بلان، واقول له معلش زق لي ده كده اهو، ايه ده كده اهو، معلش يبقى انا كده اهو ايه عشقت ده في ده، ارجع تاني هنا كده اهوت اهو واقول له نيو اوتر كونتور ارسم لي الاطار الخارجي. فابتدي ان انا ارسم ايه؟ ارسم الاطار الخارجي بتاعي اهو، لان الدور الاول ممكن يكون اصغر من الدور الارضي ده يعني ده ان ما كانش فعلا ده الحقيقه. واجي هنا كده اهوت واقول له كلوز، وبعدين ابتدي ارسم بقى ايه؟ نيو اندور كونتور. ايه اندور كونتور ده؟ اللي هو الفراغات الداخليه، اللي هو مثلا هرسم مثلا ده كده اهو، مثلا اهو 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 طب اهو ما انا كده بعمل نفس الخطوات اللي فاتت يا شيخ. ما ايوه، ما انت بس بتعملها في الدور الاول، ده حقيقي انت بتعملها في الدور الاول، تمام. طب ايه لازمتها ان انا اجيب الشكل كله اللي انا جبته وحطيت فيه الدور الاول؟ والله في ناس بتسأل السؤال دوت كتير وانا بضطر ان انا اجاوبه، يعني في ناس مثلا تقول لي ايه، قول لي انا عايز ارسم المبنى كله، مبنى كله
ارسمه كتله واحده، يعني عايز ارسم مبنى كله، ارسم الدور الاول بحيث ان انا اشوف المبنى كله على بعضه، اقول له خلاص موجوده والله في الدايلكس، في الدايلكس اي بو بتتعمل بالطريقه اللي هي فلانه الفلانيه، اللي هي الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. بص بص عشان تبقى عارف بس الغرض ايه، هقول لك على حاجه بس معلش خليك معايا دقيقه واحده بس، هوريك بس القصه ماشيه ازاي عشان تبقى عارف بس الدنيا ماشيه. دقيقه واحده، دقيقه واحده بس. بص شكرا. ادي السايت كله اهو، اللي هو المبنى كله هنجيبه كده اهوت 3 دي. بص هو هنا رسم ايه، بص هنا الدور الاول اهو، الدور الارضي اهو الدور الاول، انت فاهم انا قصدي ايه؟ انت معايا؟ يعني هو عايز يشوف المبنى كله كده، يعني بص ده الدور عشان ابقى اوضح لك برضو الدنيا ماشيه ازاي. دي واحده بس نعمل زوم اوت عشان هو انا عايز اجيب، ايوه بص اهو، يعني بص ده الدور شايف تبان لك من الشبيك، انا عايز اجيب ناحيه الشبيك. بص ده الدور الارضي اهو معايا، وده الدور الاول اهو، فاهمني؟ هو عايز يشوف المبنى كله كيان واحد، فاهم انا قصدي ايه؟ ولما يسلمه يسلمه كله كيان واحد، فاهمني؟ في واحد تاني زي انا ما احبش ملف الدايركس يبقى مهنج، لان انا عارف ان انا لما اجي اعمل كله ككيان واحد هتشوف دي في التطبيق العملي الملف هتلاقي مهنج معاك في كل الحسابات. فانا بعمل ايه؟ بعمل ملف دايركس ايفو ارسم في الدور الارضي معايا تمام. واخلصه واقفله، وهو عامل واحد تاني دايركس ايفو ارسم في الدور الايه الاول، وهو عامل واحد تالت دايركس ايفو ارسم في الدور الايه التاني. كده انت فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ فهمت. طب انا عايز ارسم كله كله في مبنى واحد اهي، معاك دي معاك دي. طيب انت المفروض هتعمله ايه يا جماعه؟ المفروض انا شايف ان انت الافضل تعمل الدور الارضي في ملف دايركس ايفو، وتعمل الدور الاول في ملف دالكس ايفو، وتعمل الدور الثاني في ملف دالكس ايفو. حلو كده اهوت، تدرسه لي اضاءات بنفس قيم الاضاءات اللي انا قلتها ان هو تاني بنفس حاجات